ده اولا اتفاق اطاري ما بين وزاره الصحه والسكان ووزاره الشباب والرياضه لتفعيل الاجراءات القانونيه او الاجراءات الرقابيه على الانديه الصحيه وعلى صالات الالعاب الرياضيه والبدنيه، لان كثير من الشباب واعداد كبيره جدا من الشباب تذهب الى هذه الصالات والانديه الصحيه بغرض ممارسه الرياضه حرصا على العقل السليم في جسم سليم وبناء اجسامهم، ولكن هناك بعض الممارسات الخاطئه اللي تم رصدها في السنوات السابقه، وهذا هذه المخالفات بسبب عدم وجود دور رقابي للمسؤولين. فطبعا من هنا كان القرار ان يكون قرار وزاري مشترك بين وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه لتنظيم الاجراءات القانونيه التي تحكم وتنظم عمل الانديه الصحيه والصالات الرياضيه والالعاب البدنيه، اخذا في الاعتبار منع تداول عقاقير طبية أو عقاقير منشطة، أخذا في اعتبار وجود رقابة صحية على الأجهزة وعلى الألعاب الرياضية اللي بتمارس، عمل كشف طبي دقيق على المترددين على هذه الصالات والأندية الصحية، وأيضا عدم وجود تخصص غير يعني ممنوع ممارسة العلاج الطبيعي في هذه الصالات إلا في وجود متخصص في العلاج الطبيعي، كل لابد أن يعمل في تخصصه. وأيضا بعض الممارسات الخاطئة تخضع في إطار التخسيس أو التجميل أو خلافه، كل هذا ممنوع، وهناك دور رقابي لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، وهناك مجموعة من القوانين الحاكمة التي تنظم عمل هذه الأندية الرياضية، وأي مخالفة هذه المخالفة تصب في ضرر لشباب مصر، ونحن ضد هذا الضرر، وسنصدر قرار غلق إداري لهذه المنشأة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها. شكرا. يعني